ولكي تكتمل صورة المشهد العراقي من جوانبه المختلفة، حيث ليس هناك وجها واحدا للمتغيرات، تعد المكتبة العامة بقضاء طوس بمحافظة صلاح الدين مؤسسة ثقافية لما تضمه من عدد كبير من الكتب بمختلف الاختصاصات والعناوين، والتي تعتبر مرجعا لطلبة الجامعات، وما يزيد من أهميتها احتوائها على متحف يضم قطع أثرية لحقب متعاقبة من تاريخ العراق لتكون شاهدة على عمق الحضارات وتنوعها. التفاصيل مع كروان زنجنة. هذا نقاش في إدارة مكتبة العامة. هيمن قاسم يزور مكتبة العامة طوس، وإذا تفاجأ بأقسام وأجواء ملائمة فيها. أهلا وسهلا بكم مكتبة المتنبي. أنا زائر جيت إلى مكتبة المتنبي في طوس خرماتو، رأيت أجواء هادئة وجميلة في هذا المكتبة ومرتبة بشكل متواضع، ولديهم كتب كثيرة الذي يمكن الاستفادة منها في أيامنا اليومية، مثلا للطلاب الجامعات الذين يريدون أن يقرؤون الكتب ويتعلمون منها للأيام القادمة في جامعاتهم في الدراسة اليومية، والمثقفين والشعراء. وهناك المكتبة مرتبة بشكل كلش جيد وهادئة، ويمكن الاستفادة منها في أوقات الفراغ أن تقرأ كتب، ولديهم كتب قيمة وكتب جيدة جدا يمكن الاستفادة منها في الحياة اليومية. عندما تزور المكتبة العامة في طوس خرماتو يكفيك هنا أن تتعرف على التاريخ وتراث المدينة. مكتبة المتنبي العامة هي مؤسسة ثقافية مهمة في قضاء طوس خرماتو، وتابع إلى قسم المكتبات في محافظة صلاح الدين. تضم المكتبة أقسام متعددة ومهمة، ومن هذه الأقسام المتحف المصغر الموجود في داخل المكتبة. هذا المتحف يتضمن قطع متعددة قام المواطنون بإهدائها إلى هذا المتحف، وهذه القطع تمثل وتعبر عن ثقافة المواطنين وساكني هذه المنطقة، وبعض منها يعود تاريخها إلى أكثر من 100 سنة. لكي يكون وجهة تعريفية لهذه المنطقة إلى الزائرين، قد يكون الزائر طالبا أو مواطنا عاديا أو أكاديميا، يستطيع أن يعرف أو يأخذ نبذة عن تاريخ هذه المنطقة من خلال هذه القطع الموجودة في المتحف. طبعا المتحف تم افتتاحه بجهود ذاتية من قبل إدارة المكتبة وبمساعدة ومبادرة المواطنين الذين أهدوا هذه القطع، وقسم منها تعود إلى عوائلهم الكريمة منذ عشرات السنين. نصعد إلى الجناح الثالث أو الرابع، جناح متحف طوس خرماتو الثالث التراثي وجناح السمعي والبصري. هذا جناح متحف طوس خرماتو التراثي، الانتيكات والموروثات أهالينا في المنطقة، سواء مادة تركمانية، مادة من بيت الكردي، من بيت العربي، جبناه هنا من خلال الفيسبوك. الحمد لله يوم على يوم تزيد المواد هنا، حتى تعكس هذه المواد تاريخ أجدادنا، تاريخ مدينتنا حلوة وتبقى نظيفة هنا ذكرى، وكل مادة اسم صاحبها موجود، زائدا سجل مقتنيات متحف طوس خرماتو، نسجل اسمه هنا
والمادة اللي جايب هنا نسجلها ونخليه اسمه على المادة الذي جابه وخلاها للمتحف. هاي المواد الموجودة، شوف الحمد لله. هذا للعلم، يعني مسج إلى كل شخص. هذا أنا ولادتي بي، يعني قبل 50 سنة تقريبا أنا وأخويا اتولدنا بهذا المرجوحة بشيك ديار غزنة بالتركماني بشيك، فحفظناها. فمسج إلى كل شخص، احفظوا موادكم وجيبوا هنا نخليه حتى يصير عكس تعكس مدينتنا، مواد مدينة التاريخ مدينتنا. المواد الثمينة نخليه بالجمخانة. من خلال جهود ذاتية وبدعم من أهالي طوس خرماطو، أصبحت في مكتبة العامة الطوس متحفا صغيرا تعكس التاريخ التراثي والثقافي والاجتماعي لأجيال التي عاشوا في هذه المدينة. ليس عليك إلا أن تزورها وتتعرف على عصور الزمن التي عاشتها أجيال في مدينة طوس خرماطو المعروفة بعراق مصغر. لفضائية صلاح الدين كاروان، زنقنا، قضاء طوس خرماطو.